خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والناس كلها طبعا متابعة إدارة النادي الأهلي اللي الفترة اللي فاتت يعني بتبحث عن اسم كبير يخلف البرتغالي سواريش اللي كان بيدرب الأهلي خلال الموسم اللي فاتت، لأن تمت إقالته بالتراضي بعد الأداء اللي ما كانش راضي عنه الجمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. مين هو بديل سواريش وإيه اللي جاي وإيه الأسامي المطروحة؟ هنعرف ده دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير على حضرتك أستاذ هاني، وإحنا بنتكلم على مين البديل اللي جاي، البديل الأبرز، هل هو الألماني مارك روزا ولا لم يتم الاتفاق بعد؟ حديث كمان عن كارلوس كيروش وحيد خليلوفيتش، إيه اللي حاصل يعني؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا. بالفعل طبعا من إدارة النادي الأهلي لسه لم تستقر على بديل سواريش بعد رحيله. الإدارة أمامها أكثر من سي في أو سيرة ذاتية لمجموعة من المدربين المميزين في الكرة الأوروبية. كل ده بيتم دراسته بعناية وعلى قدم وساق. النادي الأهلي مش عايز يستعجل في الإعلان عن المدير الفني أو في التعاقد مع أي اسم من الأسماء المطروحة غير بعد مجموعة من الاجتماعات سواء مع لجنة التخطيط أو مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، لأن كله داخل النادي عنده تخوف من فكرة إعادة التعاقد مع مدير فني حتى لو اسم ما يحققش نجاحات، لأنها بعد رحيل سواريش وبعد ما تم تقديم سواريش كأنه مشروع كبير للنادي الأهلي سيخدم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة، اكتشف الجماهير أو اكتشف الجمهور أنه مدير فني لا يرتقي لمستوى تدريب النادي الأهلي. عشان كده الإدارة متحفظة أو مركزة قوي ومش عايزة تستعجل في حتة المدير الفني. طب مين أبرز المرشحين؟ مرشحين في جاريكا أرجنتيني، جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب بيرو، في كمان البرتغالي بيدرو مارتينيز دخل الترشيحات في الساعات الأخيرة، المدير الفني السابق لأولمبياكوس اليوناني اللي قدر يكسب 3 دوري يوناني متتالي. في برضه بعض الأسماء، كان في كيروش، وكيروش تم التواصل معاه بالفعل لكنه رفض تدريب النادي الأهلي، شايف إن هو مش هيقدر يكون متواجد بصفة مستمرة، بيفضل تدريب بالمنتخبات. أيضا خليلوزيتش كان تم التواصل معه لكن كان في تخوف برضه ان هو ما خدش تجارب كتير ناجحه مع الانديه في السنين اللي فاتت، كان بيدرب منتخبات فقط، ففي تخوف زي ما بقول لحضرتك مجلس اداره النادي الاهلي. والالماني مارك روزا كان في حديث عن انه في اختلاف على الماديات، راتبه كبير، راتبه كبير يعني مش اقل عايز 250 ألف يورو، فطبعا ده خارج حدود او خارج الامكانيات الماديه بالنسبه للنادي الاهلي بالنظر للمنافسات، يعني بالنظر لفكره ان انت بتلعبي دوري او دوري ابطال افريقيا مجموعه جوائز مش هيتناسب مع المبلغ المالي الكبير اللي هيحصل عليه المدرب الالماني. وبالتالي اداره النادي الاهلي اعادت تاني الريسيرش وعملت بحث تاني وبتتلقى سير ذاتيه من بعض الوكلاء اللعيبه ومن بعض الناس المتخصصين في موضوع المدربين، وزي ما بقول لحضرتك هم شايفين ان مش عايزين يبقى في تسرع خصوصا ان الفتره فتره حساسه. صحيح. كمان في شغل على الصفقات الجديده للعيبه، فالدنيا داخل النادي الاهلي زي ما بنقول كده يعني ما فيش مجال للنوم ولا مجال للخطا عشان خاطر يحققوا طموحات الجماهير، لان الموسم الجديد صحيح هيكون عنق زجاجه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي لان جماهيره لن تقبل اي اسقاط جديد. بكل تاكيد احنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور على وجودك معانا دلوقتي.